بمناسبة 8 آذار ارتأت الحركة النسوية وعلى رأس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن تتوج أنشطتها باعتصام تضامني مع الحركة الأسيرة. ومن هذا المنطلق نوجه تحية اعتزاز وتقدير بكافة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الأسيرة هناء شلبي التي تخوض إضراب مفتوح عن الطعام. نطالب من هذا المنطلق بإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين وإنهاء ملف الاعتقال الإداري وعلى رأسهم إطلاق سراح هناء شلبي. نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية بمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق أسرانا البواسل، ونطالب أيضا وندين صمت الربيع العربي الذي لم يتحرك لنصرة أسرانا البواسل، وندعوه إلى الحراك الشعبي تضامنا مع قضية أسرانا البواسل وحقوقهم المشروعة. الأسير مضرب عن طعام هذا اليوم التاسع، هو كفاح بالبداية كان مضرب من قبل فترة لأنه يعتبر أسير حرب وأسرانا كلهم أسرى حرب، فهلأ كفاحنا اليوم التاسع مضرب، وأنا بصراحة أو إحنا كلنا بنجهل شو أخباره. انتقل على جهة غير معروفة، كان بها دريم، نقلوه على شطة، وهلأ من شطة مش معروف شو أخباره، نقلوه على سجن غير معروف أو على زنزانة أو الله أعلم. نطمح أن يكون الموضوع يعني موضوع الأسرة يكون على القائمة، وأنه هو يكون الأساس، لأنه موضوع الأسرة الآن قاعد الأحوال في السجون تزداد إلى الأسوأ أكثر بكثير. يعني برضو في عنا قضية مهمة اللي هي قضية العزل، كانوا حوالي 13 الآن أصبحوا أكثر من 20 واحد معزلين عزل انفرادي. فعلى المجتمع الدولي وعلى المجتمع المحلي والسلطة والجميع أنهم يركزوا على قضية أيضا المعزولين، لأنه بتعرف أنت عزل انفرادي يحرمون من أبسط الحقوق الإنسان يحرموا منها، ويصبح الأسير هناك مبرمج حسب الإدارة، يخرج بفورة هي تكون الإدارة معدة له، متى ينام، متى يخرج، متى يأكل، متى يشرب، كل هذه بتكون مبرمجة من حسب إدارة السجن. احنا هنا موجودين أمام الصليب نتضامن مع أسرانا البواسل على شرف 8 آذار، نعزز من صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ضد ممارسات الاحتلال سواء الاحتلالات الإدارية وإجراءاتهم أثناء الاعتقال وفي الاعتقال والمعاقبات الجماعية وأيضا معاقبة أهل الأسرى. احنا اليوم بنوصل رسالة للعالم كله أنه أسرانا هؤلاء أسرى حرب، أسرى حرية وليس هم مجرمي حرب، يجب أن يتعاملوا معهم كأسرى، وأيضا وقف الملف الإداري وإلى رجعة.